يلا بابا لا تتوتري، بدي تركزي منيح، استغلي كل الوقت. الفترة الماضية درستي منيح، خليكي واثقة من نفسك. بتمنى لك النجاح. رح اعطيكم قنينة المي لاني بخاف تنكب على ورقة الامتحان. لا ما بتنكب، اذا عطشتي بتشربي منها، ما فيك تطلعي لبرا. خلص خليها معك، اكيد رح تحتاجيها جوا وهيك ما بتتلبكي اذا عطشتي. كلامها مزبوط. بشير هذا تليفوني خليه معك. تمام. ما تقمي مسودات الفحص. دعولي. الله يوفقك، نحن واثقين فيكي. لا تقلق علي، رح تقدم احسن مني بالفحص. اكيد انا واثقه من هذا الشيء، بقصد بكلامي انه انتوا الاثنين رح تكونوا مناح. انا واثقه انه رح تنجحوا بتفوق كبير. فوتي مشان ما تتاخري، خلونا نروح نقعد بشي مكان. في شي بشير؟ بدي انتظره. ممنوع تنتظره هون. طيب بنتظره برا. طيب كلهم 3 ساعات، اذا مليت تقعد معنا. تمام تفضلوا. عدنان بيت، أنا استأجرت بيت. شي حلو. قريب كتير من الفيلا، شقة حلوة. خير إن شاء الله، بتمنى ترتاحي ببيتك. شو عم تحكوا؟ لمين استأجرتوا البيت؟ ومين رح يقعد فيه؟ لميس خاله. كيف يعني؟ مراد رح يصير عندكم بيت تاني. لا تقولي بدك تنتقلي. لا تخاف، رح نكون كل يوم مع بعض، بس المسا بروح على بيتي مشان نام فيه. ياه. شو ما كان قراره أكيد بدنا نحترمه ونقبل فيه. لا تأخذوني، بس أنا ما رح أحترمه. ليش عملتي هيك يا مدموزيل؟ بصير هيك شي؟ في عندنا بيت كبير. شكراً لك حبيبي، بس صدقني هيك أحسن. ورح تزوروني؟ ومين بيعرف يمكن تضلوا عندي كمان؟ طيب أختي عرفت؟ ما قلنا لها. ما رح تنبسط وقت تسمع، أكيد بدها تعمل مناحة بتشوفي. بلش الامتحان. بتمنى منكم يا شباب تلتزموا بالنظام وانتبهوا منيح للأسئلة وما تستعجلوا كتير بحلها، الوقت طويل استغلوه. رجاء انتبهوا منيح قبل ما تبلشوا بالامتحان. اسمكم، كنيتكم، رقمكم الامتحاني، ولا تنسوا رقم القاعة. أستاذ، هاي البنت غلطنت. شو صار لها؟
شو صار؟ انت منيحه يا بنتي؟ بسرعه خلونا نطالع على برا بسرعه. دقيقه خليني احمل احسن. شوي شوي. تمام تمام الشباب ما في شيء، لا تقلقوا. يلا لا تلتهوا، عيونكم بوراقكم. يهي شو صار لها؟ غوطنت. ممكن تفتحي باب غرفة المدير لو سمحتي؟ ماشي، يا حرام راحت عليها سنة طويلة عريضة. الله يخليكم، اتركوني ادخل على الامتحان إذا بتريدوا. هاي نهال. نهال؟ عدنان بيك؟ شو صار؟ نهال غميت. جاية فورا. شبه نهال؟ نهال غميت. خبرته لبابا؟ جايين. الله يخليكم، خلوه يعمل شيء، إذا بتريدوا دخلوني على الفحص مرة تانية. يا بنتي قلنا لك، هيك التعليمات. ما فينا ندخلك. معقول الواحد يقدم فحص مدته 3 ساعات؟ حرام، الأولاد عم يتعزموا. لا تبكي يا بنتي، السنة الجاية بتقدمي مرة تانية. لا، أنا بدي فوت على الفحص هلا، بترجاكم. الله يخليكم، اسمحوا لي، بشير اعمل شي شغلة، خلي بابا يعمل شي.